أهلا بكم من جديد في لازم نفهم، وبنواصل مناقشة قضيتنا المهمة جدا، الترامادول في مصر. آباء وأمهات وشباب وناس جربوا وناس أقلعوا عن الترامادول، وناس لسه عايزين يقلعوا نفسهم يتخلصوا من هذه المصيبة. هي ابتلاء كبير أو كارثة كبيرة. أعرف إزاي إن ابني أو بنتي أو فرد في الأسرة وقع فريسة لإدمان الترامادول؟ السادة المسؤولون، نظرا لما يتعرض له الشارع من غزو عاصف لأنواع مخدرات متعددة ومتنوعة تستهدف كل فئات الشعب وتعمل على تغييبه وحبسه في دائرة تيه مغلقة، فقد قررنا نحن فريق العمل بمكافحة المخدرات النزول إلى الشارع في حملات موسعة ومتوالية لضبط الأوكار والتجار والموزعين في كل شق في البلد، أملاً في تكوين حائط صد يعوق خطة انتشار تلك الأوبئة في الشارع واحتوائه، والعمل على الوقاية منه، خاصة أنه لم يعد يصيب الشباب فقط، إنما توسعت أنشطته وأصبح يصيب كل الأعمار من كل الفئات، ليقتلع جذور الثبات ويلقي بنا في بئر الغياب. الخطر لم يعد مجرد مخدر يصيب الواحد، إنما تجاوز تلك الحدود الضيقة إلى آفاق أوسع، وأصبح الخطر في كل بيت لاكتسابه شرعية الدواء ولصعوبة كشفه. إنه الترامادول، وباء العصر. ولأن الخطر لم يعد قاصراً على البيع والتعاطي، فإني ألتمس من سيادتكم الإذن بالحصول على الموافقات القانونية اللازمة لتفتيش ومراقبة مجموعة من المشتبه فيهم لما يمثلونه من خطر على استقرار وأمن المواطنين، وباعتبارهم منبع السوء، وهم الآتي أسماءهم: خميس عنتر أبو سنة، ضويا أبو سنة، وشقيقها أبو سنة، ونوح السكرتي. براء النوح السكرتي، مقدمه لسيادتكم مقدم آسر منصور في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. الحكومة يا معلم. قعد يا شلوفة. يا معلم بقول لك الحكومة. كمل لعبة يا شلوفة. الله فيك. معلم ابو شنب، الحكومه كبست على بيتكم. هنكمل الدور ونشوف في ايه. اغفى. حاضر يا معلم. خشب يا معلم، ما تزود النار يا ده كارع. هات يا جمايل يا رب. البيوت لها حرمه يا حضره الضابط. انا معايا امر بالتفتيش يا معلمه. وماله؟ بس بالاصول، مش تخشوا هجم كده على الحريم وهي بتفك عن نفسها؟ ثم ان راجل البيت مش موجود من اصله. ربنا يرجعه بالسلامه. انا هبعت له رساله ابارك له على شهر العسل اللي بيقضيه ده. ولما انت عارف يا حضره الضابط ان صاحب البيت بيقضي شهر العسل، يصح برضه تهجم على بيته بمصاص الليالي وهو مش موجود، وتسيب رجالتك يدهوسوا في وسط حريمه ويكشفوا سترهم؟ دي اصول برضه. مفيش حاجه يا فندم. مفيش اي حاجه يا فندم. المره دي فلتته من ايدي برضه يا ابو سنه. عقبال المره الجايه يا باشا. بحياتك. انست وشرفت. ابقى تعالى زورنا. يا باشا على فين؟ الله الله، مش استنى ما تاخد واجبك؟
ده احنا حتى دابحين النهارده. اصلي يا ابو سنه تلميذك يا معلم. ما تدق يا ولية انت وهي. بطل بقى غاغة فرغة. ما انت السبب في كل البلاوي اللي احنا فيها دي. انت اللي خليتنا تقاطي واتلجم ولساني يتكتب في حلقي قدام الخلق، وكل ده من ايه؟ من تحت راس عمايلك السودة. وانت يعني كنت عملت ايه يا حاج؟ ما انت سايبه مبارطع في الدنيا من ساعة ما خرج من السجن ومتريله وعامل مش شايفه وبتدور على سكك عشان تتصالح معاه، ونسيت ابنك وطار ابنك. انا يا اجمع روحت شميت نفسي تحت رجلين بنت لعبت بيا الكوره وسلمتني ليا ابو العريف. هقتلها يا حاج، هقتلها وهقتله تاني يا براء. تاني تاني وتالت ومليون يا حاج. انا مش عايش في الدنيا دي غير عشان هو يموت. وفروا صوتكم العالي ده الخميس اللي خد منكم كل حاجه ولسه كمان جاي ياخد البيت. ايه ده؟ من امتى يا مطره بتتجسسي عليا انا وابني؟ من ساعة ما عصابكوا باظت يا معلم وصوتكوا عالي قوي والدنيا كلها سمعت ومش انا بس. قوليله قوليله يا مطرة، قوليله فوقيه خليه يفتكر اللي نسيه. محدش نسي يا براء عشان يفتكر، خصوصا المعلم. يمكن الدنيا كون لهيته شوية بس انا متأكدة انه منسيش. انا مش فاهم انتوا واقفين تحاسبوني كده ليه؟ انا اللي سلمتك للحكومة عشان خميس يخرجك ويعلم عليك ويخليك محبوس في البيت عينك مكسورة مش قادر تشوف حد. انت اللي سلمت البيت يا براء زي البيت رمانة ما سلمتك الخميس. وحياة امها لكم مقطع من جسمها حتت ولا من كلاب السجن. ما تسيبش راس القفعة وتقفش في ديلها كده كده انت ميت ميت. غرضك ايه يا مطر؟ كسرتنا واحنا ماشيين من بيتنا مش هينا يا معلم. وحياتك عندي يا غالية لو ده حصل لكون معلقه من رجليه على باب البيت ده بره. أنا مش خارج من البيت ده غير على جثتي.